كان له أخت من الرضاع، فهل أخواتها الأكبر والأصغر منها يكونون إخوة له وكذلك العكس؟ نعم، إذا رضع الشخص من امرأة 5 رضعات معلومات في الحولين صار ابنا لها وصار أخا لجميع أولادها الذين هم أكبر منه والذين هم دونه. كل من ولدته هذه المرأة فإنهم إخوة له، من ولدتهم هذه المرأة التي أرضعته يكونون إخوة له، سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه أو مساوين له، وسواء كانوا من زوج واحد أو من عدة أزواج، كلهم إخوة له. أما إخوته هو فإنهم لا يكونون أبناء لهذه المرأة ولا علاقة لهم بهذا الرضاع، لأن الرضاع لا ينتشر على حواشي الرضيع، وإنما ينتشر على الرضيع نفسه وعلى فروعه، على الرضيع نفسه وعلى فروعه، وهم أولاده وأولاد أولاده وإنسهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.